السلام عليكم، انا دكتور محمد زكريا، قسم الكيمياء كليه العلوم جامعه اسكندريه. احنا الفيديو اللي فات كده كنا بدانا موضوع الريزونانس وخدنا في اخره اندكتيف افكت، وكان الفيديو اتقطع كده، كان بس الوقت بتاعه كان خلص، واحنا بنطبق حاجه بين الاندكتيف والريزونانس. بس انا عايز بقى افكركم بحاجه كده بسرعه، يعني بسرعه كده كنا شفنا يعني ان الريزونانس كانت انتر اكشن مع الباي بوند، لكن الاندكتيف كان ترانسفير للالكترونز رو سيجما بوند. معايا؟ فاحنا كنا اتفقنا ببساطه قوي مع بعض كده ان في عندنا الاندكتيف في منه بلس اي، يعني الجروب بتدي الكترونات خلال السيجما، ماينس اي بتسحب الكترونات خلال السيجما، زي مثلا سي ال ماسكه في سي بتشد الكتروناتها، او لو كانت مثلا او ماسكه في سي او ان ماسكه في سي، وهكذا. معايا؟ وكنا اتفقنا ان الاندكتيف بيتاثر بالمسافه، يعني كلورو مثلا بتسحب من اول سي كويس تقل في الثانيه في الثالثه في الرابعه، وهكذا. معايا؟ وحفظنا ان الالكايل جروب بتدي الكترونات خلال السيجما. بصوا بقى باختصار كده، جينا مع بعض بالنسبه للريزونانس، قلنا الريزونانس انتر اكشن مع الباي بوند. ببساطه قوي، لو حلقة بنزين عليها لون بير، مش ده بالريزونانس بيديلها الكترونات حتى خلى الحلقة نيجاتيف. لو عليه بلس هو بيسحب الكتروناتها خلى الحلقة ايه بسرعة بوزيتيف. وعلى فكرة بقى قلنا ان النيجاتيف دي هتبدأ تتحرك بالريزونانس من الأورسو للبارال أورسو لو رجعتوا الريزونانس، يعني الميتا ما بيتأثرش بأي ريزونانس. وقلنا على فكرة الاندكتيف بيسحب من أول سي كويس، بيقل في التالتة، بيقل في التانية، بيقل في التالتة، بيتلاشى عند الرابعة تقريبا، يعني المكان أورسو فيه سحب، ميتا فيه سحب، سحب أو عطاء على حسب الجروب. معايا؟ لكن بارا الاندكتيف بتاعه تقريبا بقى مهمل أور بزيرو. معايا؟ وما تنسوش حفظنا الالكايل بتدي بالاندكتيف، وكل ما تكبر في السايز تدي اكتر. بس جينا بقى نخش في قصه كده مع بعض، وقلت لك ايه مهم جدا كواحد بيدرس اورجانيك، الحته دي غلسه جدا بس برضك بالتدريب كده هتجمعها تفهم بيها كلام كتير. مهم جدا اول ما تشوف جروب تعرف هي بتدي ولا بتسحب الكترونات، ده هيفسر لك كلام كتير جوه الاورجانيك. يعني سي او اتش على حلقه البنزين، عايز احكم هي بتدي ولا بتسحب الكترونات. طبعا انتقال الالكترونات اتفقنا بالاندكتيف خلال السيجما وريزونانس خلال الباي، هو ده انتقال الالكترونات عندنا. ساعات يحصل بفاكتور واحد بس في المعظم بالاتنين، بس عامه واضح جدا او اتش ماسكه في سي الحلقه، مش هي اعلى في السالبيه تسحب الكتروناتها خلال السيجما؟ يبقى خلال السيجما هي بتسحب الكترونات، مش ده اسمه ماينس اي؟ يبقى هي اتراكتنج بالاندكتيف. معايا؟ بس خد بالك الاو عندها 2 لومبير، فهي هتدي الكترونات بالريزونانس، يعني لومبير عايزه بلس، لو اتفكت الرابطه هنا نيجاتيف. معايا؟ وهنا بلس تعمل معاها رابطه، يعني هكتب الريزونانس بسرعه بتاعتها اكن كل ده ما جيتش جنبه، هنا بقت نيجاتيف ودي بقت دبل بوند او اتش بلس. واضح ان الحلقه بقت نيجاتيف، يعني جالها الكترونات من اللومبير، مش ده سميناه ان الاو اتش تاثيرها بلس ار؟ يبقى انا في اللحظه دي عايز اوصل لك ان الاو اتش بتدي بالريزونانس وبتسحب الكترونات بالاندكتيف. طب مين اقوى؟ هتفق معاك بقى بدون تفاصيل ياما، لو اختلف راي الريزونانس والاندكتيف امشي دايما براي الريزونانس، الريزونانس اقوى في كل الجروبس ما عدا في الهالوجين. هنحفظ ان الهالوجين الريزونانس بتاعها مهمل. معايا؟ طب تعالوا بقى مع بعض كده بسرعه لو طبقت مثال تاني. بص يا جماعه باختصار كده، لو جيت اطبق معاك مثلا مثال كده بسرعه، احنا اتفقنا هنا بقى ببساطه المفروض فاهم كده الاو بتسحب من السي، مش ده اسمه ماينس اي؟ باللومبير بتدي بلس ار، فهنا البلس ار اكتر من الماينس اي، يبقى التوتال بتدي، التوتال الكترون دونيتنج. لو جبت لك ان اتش 2 او ان اي حاجه، ما هي الان ماسكه في سي هتسحب الكترونات بالاندكتيف، عندها لومبير هتدي بالريزونانس، يبقى هي بتدي بالريزونانس وتسحب بالاندكتيف. مين اقوى؟ قلنا الريزونانس. يبقى التوتال بتدي الكترون دونيتنج جروب. معايا؟ او الكترون ريليزنج جروب. معايا؟ طب تعالوا بسرعه الميثايل، مش انت حفظت الالكايل بتدي الكترونات بالاندكتيف؟ مفيش هنا ريزونانس، يبقى هي بتدي بالاندكتيف وخلاص على كده. معايا؟ طب تعالى للهالوجين بقى، هي هنا الهالوجين بتسحب الكترونات السي اعلى في الالكترونيجاتيفتي جوه السيجما، مش ده اسمه ماينس اي؟ عندها لومبير هتدي الكترونات بالريزونانس، فده يعتبر اكنه بلس ار. بس قلت لك بقى الماينس اي بتاع البلس ار بتاع الهالوجين بدون ما نخش تفاصيل ياما هنعتبره مهمل. معايا؟
فكأنها باختصار كده بسرعة هي التوتال بتسحب بالإنداكتيف هي إلكترون ويزدروينج. طب تعالى بقى هنا حاجة زي OR تشبه OH مش فرقة، هي الO بتسحب جوه السيجما عندها لون بير هتدي بالريزونانس معايا، بتدي بالريزونانس بلس R بتسحب بالإنداكتيف يبقى هي التوتال إلكترون ويزدروينج معايا. طب تعالى هنا اتنين جروب كده نلاحظهم بسرعة، بص ركز معايا لحظة، لو جبت لك النيترو جروب مش النيترو ان دبل او كوردينيت او هكتبها مره تاني، لازم بعقلك مركز كده ما تتوهش. هتقولي باختصار كده هي الان ماسكه في سي الحلقه، اعلى في السالبيه مش تسحب الكتروناتها جوه السيجما، ده اسمه ماينس اي. وعلى فكره بالريزونانس الاو بتسحب من الان، ثابت هنا بلس عايزه ماينس تبدا تسحب لو تفتكر الريزونانس بتاعتها، فده يعتبر سحب كمان بالريزونانس. يبقى جروب نيترو دي الان اوتو جروب بتسحب بالاندكتيف وكمان بالريزونانس، مش ده سحب قوي جدا، فدي الكترون اتراكتنج جروب معايا او الكترون ويزدروينج جروب معايا، يعني اكنها بتسحب الكترونات او الكترون اتراكتنج وبتسحب بشده من الحاجات اللي بتسحب الكترونات بكميه كبيره. شبهها بالظبط لو جينا نقارن، الكلام ده غلس بس تحاول تعود عليه نفسك، ادي سي دبل او اي حاجه معايا. اولا خدنا الريزونانس بتاعت سي دبل او ورا سنجل دبل، ها مش كنا قلنا الاو بتسحب ثابت بلس عايزه ماينس تسحب، مش كده عن سي بلس في الاخر هنا، يبقى الجروب دي بتسحب بالريزونانس معايا. وعلى فكره هنا الاو الرابطه دي بولر، مش الاو سحبه الكترونات السي شويه، فبقت السي دي عليها بلس يبقى هتسحب الكترونات السيجما بتاعت السي العاديه، يبقى بقت دي مش سي وسي عاديين، دي سي بلس بتسحب من السي العاديه، يبقى ده اسمه ماينس اي. يبقى الجروب دي بتسحب بالاندكتيف وبتسحب بالريزونانس التوتال سحب. بص بقى لو جيت مثال بس اخير كده، افرض جبت لك اي شكل وليكن اي حاجه ولتكن او اي حاجه ولتكن او سي دبل او ار، اي شكل بقى تبدا حتى تقرا تفهم اللي مكتوب عليه. يعني هنا يا جماعه ببساطه كده هي الاو ماسكه في السي مش جوه السيجما تسحب الكتروناتها، مش ده اسمه ماينس اي؟ طب عندها لون بير، اللون بير هتبدا تدي للحلقه الكترونات بالريزونانس، لون بير عايز بلس دي اتفكت مش جات للحلقه نيجاتيف، يبقى ده اسمه بلس R. يبقى هي بتدي بالريزونانس وبتسحب بالاندكتيف، مين اقوى دايما؟ الريزونانس، قلنا ما عدا في جروب الهالوجين معايا. فيبقى التوتال بتدي التوتال الكترون دونيتنج جروب او الكترون ريليزنج جروب معايا. فاحنا مبدئيا كده بسرعه يعني شفنا مع بعض باختصار كده، ما تنساش ان الاندكتيف ده انتقال الكترونات جوه السيجما، مره تانية الاندكتيف ده جوه سيجما بوند، ترانسفير اوف الكترونز ثرو سيجما بوند معايا. وقلنا لو كانت الجروب بتسحب بالاندكتيف يبقى هي ماينس، لكنها خدت الكترونات، لو بتدي تبقى ايه بسرعه؟ بلس. اشهرها طبعا سي ماسكه في او مش تسحب، سي ماسكه في ان تسحب، سي ماسكه في سي ال، كل الجروبس دي بتسحب بالاندكتيف. اللي بتدي دي قلنا الالكايل هتدي، وكل ما تكون اكبر في السايز تدي الكترونات اكتر. طب تعالوا بقى بالنسبه للريزونانس، ريزونانس قلنا احتمال تكون الجروب بتسحب الكترونات بالريزونانس، مش ده ماينس ار، لو بتدي بلس ار. اشهر حاجه حتى بتسحب، انت لو عندك هنا بدون ما اكتب ريزونانس بوزيتيف معايا، ها يا جماعه بوزيتيف عايزه ايه؟ نيجاتيف، هتسحب الكترونات الحلقه، مش تبقى ثابت لك هنا بوزيتيف لو كتبت انت الريزونانس. وعلى فكره بوزيتيف عايزه نيجاتيف لو دي اتفكت ثابت هنا بلس، بلس عايزه ماينس لو اتفكت ثابت هنا بلس. خد بالك ان بسبب الجروب دي نقلنا البلس على الحلقه في المكان اورسو، اورسو بارا، الميتا ملوش دخل. على فكره بقى الجروب لو كان عندها لون بير، لو كان عندها لون بير حتى بدون ما اكتب ريزونانس لون بير هتدي الكترونات، لون بير عايزه بلس لو دي اتفكت مش ثابت هنا نيجاتيف، خليها مؤقتا بارشل نيجاتيف ونزل اللون بير ليها. طب بعد كده نيجاتيف عايزه بلس لو دي اتفكت مش ثابت هنا نيجاتيف، نيجاتيف عايزه بلس لو دي اتفكت ثابت هنا نيجاتيف. انا اكني كتبت الريزونانس في خيالي بسرعه معايا، شايف ان اللون بير ودى نيجاتيف في المكان اورسو بارا، فاكنه ادى الكترونات للحلقه معايا. فاحنا مبدئيا كده ما تنساش كنا قلنا جمله، خد بالك ان الريزونانس بيجيب تشار، شايف الجروب لو عندها لون بير مش ودت نيجاتيف في اورسو بارا بس، لو بوزيتيف جابت بوزيتيف في اورسو بارا بس، ملهاش دعوه بالميتا. فاحنا ما تنساش ان الريزونانس
معايا؟ ده تقريبا زيرو ان ميتا، ملوش تأثير في الميتا، ما بيجيبش تشارج في الميتا. وخدنا مع بعض ان الاندكتيف بيتأثر بالمسافة، يعني لو عندك كلورا بتسحب من اول سي، تسحب من التانية، تسحب من التالتة، هل في سحب عند الرابعة؟ يبقى في المكان أرسو كان في سحب، ميتا في سحب، بارا ما فيش اي سحب، يبقى الاندكتيف بيبقى اورب زيرو في المكان ايه بسرعة؟ بارا. ما تنساش الكلام ده برضك معايا. فاحنا بقى الكلمتين دولت يعتبروا غلسين، بس انت تكررهم كذا مرة وجوه تطبيقاتنا فهتلاقي الامور تبقى سهلة اني احكم الجروب بتسحب ولا بتدي الكترونات. يعني اخر حاجة هكررها، في ناس بتبص للاو اتش تقولي بتسحب الكترونات، كلامه منطقي، ما هي الاو اعلى في السلبية من السي، مش تسحب جوه السيجما، بس ده اسمه ماينس اي، مش ده جوه السيجما اندكتيف. بس ما ينساش بقى ان بالتفصيل في لومبير، مش لومبير لو نزل عمل ريزونانس مع دي، لومبير عايز بلس، دي اتفكت مش ساب هنا نيجاتيف، يبقى هي بالريزونانس بتدي الكترونات، خلت الحلقه نيجاتيف. مين اقوى هنا دايما؟ الريزونانس. قلنا لو اختلف راي الريزونانس والاندكتيف تمشي براي الريزونانس، ما عدا بس في حاله الجروب اللي هي الهالوجين. معايا في اي مشكله؟ فانت عامه الكلام ده حاول يعني تجمعه بسرعه، اكنه بس يعني بيجمع لك، هيحكم لي بس مهم جدا في الاورجانيك نعرف الجروب بتدي ولا بتسحب الكترونات. ويا ريت بقى ما تنساش كده بسرعه من تجميعتنا دي، احنا دايما بس في اتنين جروب مشهورين في شغلنا اللي هي تعتبر، ما تنساش بس الجروب اللي هي الالكايل شغاله بالاندكتيف بس بتدي، الهالوجين قلنا الريزونانس بتاعها مهمل فهي بالاندكتيف بتسحب، فكأنهم شغالين اندكتيف وبس الاتنين جروب دول دايما في معظم شغلنا. معايا؟ بص بقى حالات الريزونانس باختصار كده، لو انت لخصتها لنفسك في ثواني باختصار كده كل حالات الريزونانس، كان عندك بلس سنجل دابل، بوزيتيف عايزه ايه؟ نيجاتيف. لو اتفكت معايا هكتب بقى معاك بسرعه، اتفكت بقت سنجل، ساب ماينس لبلس تمسك، وساب هنا ايه؟ بوزيتيف. فانا هنا سي بلس سنجل سي دبل سي، ده الكلام اللي خدناه في الفيديو اللي فات بتاع الريزونانس، هي الريزونانس اكنها على الفيديو واحد ورا فيديو اتنين. طب خدنا حاله ريزونانس تانية، احنا لو بنجمعهم دلوقتي نيجاتيف سنجل دبل، نيجاتيف عايزه ايه؟ بوزيتيف. لو دي اتفكت في الاتجاه ده معايا؟ طبعا اتفكت بقت سنجل، ثابت بلس لماينس تمسك، مش ثابت هنا نيجاتيف، هكتب معاك سي نيجاتيف سنجل سي دبل سي. طبعا تحت بيرجع لفوق بسهوله، مش نيجاتيف عايزه بلس، لو اتفكت في الاتجاه ده مش اتفكت بقت سنجل، ساب ماينس اهي وبلس لماينس تمسك. تالت حاله ريزونانس عندنا ان عندي راديكال سنجل دبل، قلنا راديكال عايز راديكال فينشط الفك هومو. معايا؟ فانا اكتب معاكم بسرعه، اتفكت بقت سنجل، ثابت راديكال يشارك راديكال، مش هنا راديكال زي ما هو، بقت سي راديكال سي وهنا سي دبل سي، ده شارك ده، اتفكت بقت سنجل، ثابت راديكال في النص مع الطرف شاركها بقت هنا دبل، وساب راديكال هنا. طب كان في حاله ريزونانس ثانيه، قلنا لو اتوم عليها لومبير لقيت اتوم عليها بلس كانوا شابكين في بعض، يشبكوا مع بعض تاني، لومبير مع بلس يعمل كمان رابطه، هتبقى ايه شبك بالبي بقت دبل؟ لومبير مع بلس مش يعمل رابطه كوردينيت، زياده على الاولى بقت دبل، بس بعد ما ساهمت باللومبير بقت ايه بسرعه؟ بوزيتيف. طبعا انا وريتك فوق بقى تحت، لو تحت رجع فوق ده بسهوله يبقى اسمها ريزونانس، بوزيتيف هتشد الباي الكترون، معنى السهم اتفكت بقت سنجل، جابت نيجاتيف على بوزيتيف بقت نيوترال، وثابت هنا ايه؟ بلس. رابع خامس حاله ريزونانس كانت لومبير سنجل دبل، كانت جمله غلسه طويله بس مهمه جدا، حد يقول لي لومبير عايزه ايه؟ بلس. لو اتفكت الرابطه ثابت بلس مع اللومبير يمسك، وثابت هنا نيجاتيف، هكتب سي نيجاتيف سنجل سي دبل اي وما انساش البلس. بص عقلي جمع كام جمله، اتفكت بقت سنجل، ساب نيجاتيف اهي، وبلس مع لومبير يمسك ومكان اللومبير بلس. اخر حاله ريزونانس لو كان عندي مثلا سي دبل او وراها سنجل دبل، قلنا الاو بتسحب الرابطه ففوق نيجاتيف وتحت هنا بلس سنجل دبل، هيحصل انتراكشن، بوزيتيف عايزه نيجاتيف، اتفكت الباي في اتجاهها. معايا؟ فاحنا كنا بنقراها بسرعه، اتفكت مش بقوا سنجل وساب رابطه في النص هنا بقت دبل، والقمه نيجاتيف والديل بلس، فانا اكتب بسرعه سي بلس سي دبل سي سنجل او ماينس. معايا؟ فاحنا اتفكت كتبتهم سنجل، وهنا جت رابطه بين الماينس والبلس، وفوق نيجاتيف ما جالوش حد، وهنا تحت بلس. طبعا نيجاتيف عايزه بلس، لو دي اتفكت هرجع تاني
اتفكت بقت سنجل، ساب بلس لماينس تمسك، نيجاتيف مع بلس تمسك. معايا؟ على فكره بقى يمكن في حاله ريزونانس بسيطه كده مشهوره بتاعه البنزين، وده درسناه بالتفصيل. احنا مش عارفين مكان الباي بوند فين، بيحصل لها دي لوكاليزيشن، الباي ممكن تتكون هنا تتكون هنا تتكون هنا، فممكن يكون دبل سنجل دبل بالشكل ده، او بادئ سنجل دبل سنجل. معايا؟ فاحنا دي كلها حالات الريزونانس لو لخصتها. ما تنساش قلت لك الكلام ده مش مطالب تفهمه بس، ده انت مطالب تكتبه بسهوله عشان تقدر تمشي في الاورجانيك كويس. الريزونانس يمكن كان في فيديو ساعه، والفيديو ده صغير كده تكملت التطبيق بتاعها، يعني ما كملش مثلا 16 17 دقيقه كده، بس انت تذاكرها كويس وتقررها مع نفسك، لان دي قلت لك لغه الكتابه والقرايه جوه الاورجانيك. وبرضك مهم قوي عشان تفهم حاجات ياما في الاورجانيك، اول ما تشوف جروب تحكم عليها بتسحب ولا بتدي الكترونات. ويا ريت تبقى فاكر زي كده، دي جنرال نوليدج، انتقال الالكترونات بيتم بالاندكتيف او ريزونانس. قلنا الاندكتيف ترانسفير اوف الكترونز رو سيجما بوند، وده بيتاثر بالديستانس. لكن الريزونانس كان انتر اكشن مع الباي بوند، وشفتوا ما بيتاثرش بالديستانس، كانت لان هي طول ما انت عندك سي تشارج سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل، طول ما في كونجيجيشن مستمر الريزونانس. معايا؟ وجمعنا كل حالات الريزونانس. بس يا ريت ما تنساش معنى اندكتيف رمزنا له باي، ماينس اي يعني خدت الكترونات، مش بقت ماينس، بلس اي ادت الكترونات جوه السيجما. والريزونانس قلنا في منه بلس ار وماينس ار. قلنا ببساطة حتى لو حاجة بلس بتعمل ريزونانس هتاخد الكترونات، بقت ماينس ار ريزونانس. لو عندها لون بير هتدي الكترونات، بقت بلس ار افكت، يعني الافكت بتاع الريزونانس بتاعها كأنها بتدي الكترونات. معايا؟ واتفقنا مع بعض لو جروب بتدي بفاكتور بتسحب بفاكتور نمشي برأي مين الأقوى دايما، ريزونانس، ما عدا في جروب وحيدة اللي هي الهالوجين اللي هي كلورو فلورو برومو أيودو، قلنا الريزونانس مهمل بدون ما نخش جوه تفاصيلها ككلام أخدينه بسرعة من الإين أورجانيك. معايا؟ ماشي يا جماعة بالتوفيق كده. والموضوع بتاع الريزونانس ده موضوع غلس على أي طالب، بس لو طالب عايز يمشي كويس في الأورجانيك لازم يعمل فيه مجهود، وكلامه بيتكرر جامد في كل الحصص تقريبا، فالطالب اللي بدأ يذاكره هيستفيد من التكرار، فتلاقي ان الموضوع بقى سلس، بقى عقله ماشي مع ايده، بيقدر يكتب ويقرأ كويس جوه ميكانيزماتنا وجوه تفاصيلنا وجوه التطبيقات بتاعتنا. ماشي يا جماعة بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.